أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. ساعات تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ الاثنين 12 من يونيو الحالي. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشددة على أنه تم تسليم رؤساء لجان السير المدارس مع وصول كشوف المناداة الخاصة بالطلاب إلى المدارس حتى يتعرف الطلاب على أماكن أداء الامتحان داخل المدرسة. وأكدت الوزارة أن هناك ما يقرب من 760 ألف طالب وطالبة يبدأون الاختبارات موزعين على 2100 لجنة سير، مشددة على أنه تم مراعاة التباعد بين الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل على 20 طالب. أيضا أشارت الوزارة أنها تسعى إلى تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في الامتحانات. وأوضحت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تمثل 85% اختيار من متعدد، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة. أيضا حرصت الوزارة على طمأنة طلاب الثانوية العامة واطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرا، مؤكدة أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس. وأوضحت أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، موضحة أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة ألف وباء وجيم ودال يكون لها نفس الأرقام ولا يتم تبديلها. وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات العربية والأجنبية في حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة، كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال. وشددت على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحة أنه تم التجديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة. أيضا أكدت الوزارة أنه تم التجديد على مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة. وذكرت الوزارة أنه تم أيضا الاستعداد لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تم تدريب المشرفين ورؤساء قطاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية بواقع 568 معلم على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة. وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وأيضا كيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، وذلك من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الإلكتروني تيسيرا على المتدربين. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضراتكم.